في التعاون وفي اطار المشاورات الدوريه التي يجريها قطاع العمل مع الهيئات النقبيه الجهويه والدوليه. استقبل اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب بمقر الوزاره رئيس منظمه الوحده النقبيه الافريقيه فرانسيس اتوالي. اللقاء ياتي لتباحث مختلف المسائل المتعلقه بالمجال النقبي وذلك بحضور الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.